انت يلي جيتي يا دلشاه، هاي انت يا روحي عن جد جيتي لعندي؟ كان حقيقي ولا كنت عم تخيل؟ اذا استنيتك رح تجي كمان؟ مين انت وليش جيتي لعندي؟ اذا انا ما كنت عم اتخيل يلي شفته، معناها دلشاه لساتها عايشة، بلكي ما عم تقرب مني لأنه خايفة من عزيزة. اليوم صفتي مهنا هاندان خانو، أنا سويت هاي الأكلة مشانك. تفضلي ريان. الله يسلم إيديك شيداء. هزار إن شاء الله صحتين وهنا. أزار ريحته بتشهي. بتحب حط لك سكر بالشاي؟ بشربها بدون سكر. برافو عليك، هيك صحي أكتر. ابني أنت ما ضربني، شلون ما شفت إنه كاستك فاضية؟ لا تواخذني. مو مشكلة شيداء، تسلم إيديك، يعطيك العافية. كنت بدي أقول صحة وهنا أختي ريان، لسه في شاي وطيب كتير كمان، شربيه مشان صبلك كمان. سكوت ولاد سكوت، صرك ساعة ما عم تخليني أعرف أحكي، شو قلة هالأدب هاي؟ طول بالك عليه، هو عم يشتغل شغله، ما صار له كم يوم عنا فما تعلم طبعنا. ما مزبوط، والشغلة بدها تعليم، يسكر تمه بس. صب له شاي بسرعة. صحتين وهنا. خلاص والله من دون قصدي يا أخا، تعودت على هاي الكلمة، ينقطع لساني إذا بعيدة. هاي آخر مرة يا شيداء، إذا بتعيدها مرة تانية بسحب لك لسانك وبقطعه. حط الإبريق على الطاولة ويلا روح على المطبخ، يلي بده يصب يصب. بأمرك يا أخا. شو كان بدك تقول يا بابا؟ كنت بدي أسألك عن الشجر يا حزار، حكيت مع الفلاحين؟ إيه قبل شوي حكيت معهم وخبروني إنه رشوا الدواء على الشجر، بس ما بتبين معهم النتيجة لبعد 3 أيام، فلا تشغل بالك، إن شاء الله الشجرات رح يتعافوا من المرض يلي صابهم. شو يعني حكيت معهم؟ لازم تهتم بهالموضوع بنفسك، وإلا الشجرات بيموتوا ومنتبهدل بعدين. لا إن شاء الله ما رح يموتوا، إذا في شيء أنا بقدر ساويه أنا ما رح أقصر أبدا، فلا تشغل بالك. وأنا أساسا بسق فيك. صحتين وهنا. جيهان لا تتضايق مني وتترك عيلتك ورا ظهرك وتروح. أنا ما بترك عيلتي ورا ظهري أبدا، أنا عم فكر بكل اللي موجودين هون. يا بابا لكن ليش قمت عن السفرة ورايح من هون؟ عندي شغل. اقعد يا ابني، اكيد ابوك مشغول بشي. بابا لوين؟ ما شفت، ما تركوا لي نفس على الاكل. انا رح روح على الارض، لازم شوف الوضع بعيوني، بدل ما ضل بالبيت وجن الافضل روح واهتم بارضي ورزقي. إلى كام نروح مع بعضنا لهنيك؟ يلا. لا يا شكرا، الإنسان ما بينصاب بالخرف خلال ليلة واحدة. أنا متأكدة إنه يلي صار حقيقي. صحيح ماني متأكدة إنه يلي شفته كانت دلشاه أو لا، بس يلي شفته حقيقي. أوف، صباح الخير. صباح النور يا روحي. اسمعني، انا بدي اقول لك شبك عم تزمر ولك. امشي، ما عم تشوف قدامك. شو جبني؟ انت عم تسوق السياره وما فيك تحكي ولا يهمك. مو مشكله، شو كنتي بدك تحكي لي؟ هو بالحقيقه انا شو كنت بدي احكي لك يا ابني؟ ما في شيء، انا بس حبيت اني اسمع صوتك ولهيك اتصلت. إذا ضليتي عم تحبيني هيك بتكوني عم تدللي. آه يا عمري، يا ريت لو فيني دللك وانت دلل حالك كمان، ولا تفكر بشي غير بساعتك انت وريان. شو قصدك من هالحكي هلأ؟